نقلبوا على هذا العدو، على هذا المحام المسخوط، الوالدين ديال العدو، على الوليدات ديالنا اللي كياكلهم الحوت، وعلى الامهات ديالنا اللي كنشوفهم داك الصوره المخزيه اللي كتحط من قيمتهم صوره المراه المغربيه. انا السؤال اللي خصو يطرح الان واللي بغيت الحكومه تطرحه، الناس اللي عاطينهم المسؤوليه ديال الشباب، وزاره الشباب، شنو الرياضه، هادشي كله كيديروا؟ واش موضوع السؤال تيقولوا علاش وليداتنا كيهربوا؟ خير ما يطمح اليه المغرب وهو يتمنى ان ينظم كاس العالم ويكون في 2030 ويكون في المستوى. التنميه خصها تمشي في الموازات، ما كيكفيش اننا نبنيو غير الملاعب ونبنيو لوطيلات، خصنا نبنيو الانسان. باش يتبنى الانسان خصو يقرا، خص التعليم، خص الصحه، خص الوعي. ما عندي ما ندير انا بنايه شاهقه من الزاج ونقولوا واو، ولكن يمكن حداها واحد الشخص اللي ما كيلقاش ربما باش يفطر ولا باش يتغدى ولا باش يتعشى. الان انا احسن حكومه بالنسبه لي هي من يكون المواطن قاضى عنده لقمه العيش ديالو، انه ساكن، انه كيقري ولده، انه كيداوى. هادو اربعه الحوايج الا كانوا هادو وصفق لهذه الحكومه. اخواتي اخواني، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما وقع هذه الايام حزه في قلبي، لان كانت واحد المقوله جميله جدا وقيناها في التاريخ على اجدادنا وعلى طارق بن زياد اللي بغى يفتح الاندلس. قال واحد الكلمه حرق البراكين وقال لهم البحر من ورائكم والعدو امامكم، فاين المفر؟ اين المفر؟ الان الايات قرات، ولينا العدو من ورائنا والبحر امامنا. هذا الشيء اللي وقع فيه الوليدات، لانهم هربانين من واحد العدو، العدو الخطير جدا هو ضعف العداله الاجتماعيه للاسف الشديد، فقط التهميش، بزاف الحوايج اللي خلاهم يهربوا ويمشيوا يغامروا بحياتهم. جرى واحد الحوار بينه وبين واحد الوليد، كان هضر انا وياه، انا كيحسب لي بان الدري ما قاريش وغير جاهل وغير باغي، عرفتي الكلمه باش جاوبني؟ قال لي يا عمي سعيد انا راه ماشي هربان على قبل الفلوس ولا، قال لي على قبل الكرامه ديالي. شوف دابا الوليد كيهضر على الكرامه، كرامه. قلت له علاش؟ الحمد لله احنا بكرامتنا. قال لي لا 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 عمي ما تكذبش على راسك وتكذب عليا. قال لي انت كفنان شحال من فنان تعاونتي معاه وكنتي كتقولي انا خصني نعاون الفنان الاخر باش نصونوا الكرامه ديالو؟ شحال من فنان خدم حياته كلها وما لاقيش لا فين يسكن؟ شحال من فنان كيدق على باب ديال وزير الثقافه وما كيبغيش يسول فيه، ولا وزير الاتصال، وزير الشباب، شاد ثلاثه ديال الوزارات، شنو دار؟ خلاني بوش بي صراحه، ما عرفنا نقول. قلت عندك الصح فادي، ولكن الحمد لله كاين خير الان، علاش ما نقلبوش ونشوفوا؟ قال لي لا لا، العدو اللي احنا هربانين منه اللي خايفين منه اللي ما بينش. وفعلا العدو اللي كاين عندنا خايب، لان طارق بن زياد كان عارف العدو ديالو شكون هو. العدو ديالو هما الاسبان، العدو ديالو هما دوك اللي بغى يفتح الاندلس هما الكفار. اما حنا دابا كاين شي اعداء ما عارفينهمش، هما اللي دايرين ديك الباك صاحبي والكرش الكبيره، ودي من هنا وخذ من هنا والرشاوي وهذا وخدم هذا وما تخدمش هذا وخلي ولد الفقير يموت وارا ولد هذاك اللي من جهه، وهذا الشيء تخرب الانسان اللي كنهضروا عليه ديما حنا مثلا في الميدان الفني ديالنا. نفس الشيء، انا السؤال اللي خصو يطرح الان واللي بغيت الحكومه تطرحه، الناس اللي عاطينهم المسؤوليه ديال الشباب، وزاره الشباب، شنو الرياضه، وهذا الشيء كله اش داروا؟ واش موضوع السؤال تيقولوا علاش وليداتنا كيهربوا؟ علاش وليداتنا باغيين يهجوا ويمشوا للبحر؟ علاش وليداتنا باغيين يغامروا بنفوسهم ويحرموا والديهم منهم؟ واطفال عباد الله، اطفال اطفال، انا كنت كنخاف نخرجها من دارنا. دابا ولا الدري صغير كيف انا كنت كنمشي نعوم في عين ديال كتبان ليا غير الموجه طالعه كنتخلع لان ما عارفش نعوم، وداخل معايا بجوج بوديزات بس زعما نبقى واقف. دابا هادو اطفال غاديين عباد الله، هادشي راه تيتخلع. شي واحد دابا دخل خرج من دوك السياسيين ديال جزائر كلها وحده غادي غير تصارع، وشي وحدين هما اللي اثروا عليهم وقالوا لهم اتفق معاك، ولكن السؤال اللي خصك تطرحو علاش خليتي هادو كياثروا عليهم ويعمروا لهم دماغاتهم ويقول لهم اجيو هاجروا من بلادكم؟ علاش خليتوهم في التهميش وبرزتو وما ديتوهاش فيهم وهملتوهم حتى ولاو اي واحد كيجي كيستغل ظروفهم الماديه وظروفهم الاجتماعيه باش يدير بهم ما بغى؟ كاين حوايج اخرين خير من هذا. عرفتي اش قال لي هذاك الوليد اللي هضرت معاه؟ قال لي ولدي زعما واش انت ما تستغلش البلاد؟ قال لي لا عمي انا كنبغي بلادي وكنبغي صاحب الجلاله. اقسم لكم بالله ذاك الكلام واحد الوليد قال لي انا كنبغي البلاد وكنبغي والديا وكنبغي الناس، ولكن ما بغيتش نبقى كندور هنايا تنولي مجرم ونولي خير ونادي بلادي. قال لي اللهم بغيت نمشي باش ندبر على راسي ونرجع لبلادي بوجه احمر، غادي بواحد الحلم اللي هو ما عارفوش وما كاينش، ولكن حلم تبع عليه وغادي ليه. هذا هو السؤال اللي خصك تطرحه يا وزير الشباب، يا وزير الشباب والرياضه، يا الناس اللي مهتمين بالشباب وبالاطفال، يا وزاره التضامن، يا سالوا وقولوا اش واقع؟ هربتوا الفنانه، هربتوا العقول، هربتوا الناس اللي باغا تخدم في البلاد، هربتوا شحال من واحد، والان ولينا كنشوفوا وليداتنا واطفالنا. ما تقولش لي بلا كلشي كاين، راه حتى كلب ما كيهرب من دار العرس. هذا هو السؤال، خاصنا كلنا نجتمع،
خاص الناس النزهاء اللي باغيين يخدموا في هاد البلاد وبغاو بلادنا تمشي بعيد، الناس اللي عندهم روح ديال المواطنه، الناس خاصنا كلنا نقلبوا على هاد العدو، على هاد الولد الحرام هاد مسخوط الوالدين ديال العدو اللي ما كيبانش، اللي مخبع اللي داخل ودير لينا هاد التخربيق هادي وبارك ينهش من هنا ومن هنا واللي كلشي كيهضر عليه. نهار غنعرفوا العدو ديالنا ديك الساعه غادي نخليو البراح البحر وراءنا والعدو امامنا وغادي نديرو بالكلمه ديال طارق بن مزيان. الله يكون في عون وليداتنا وفي والدين وليداتنا، الله يكون في عوننا جميعا. تبع لان في الحصيله الحكوميه يمكن كتهضر على كل شيء، يمكن ما كتهضرش على الوليدات ديالنا اللي كياكلوهم الحوت، وعلى الامهات ديالنا اللي كنشوفهم داك الصوره المخزيه اللي كتحط من قيمه ومن صوره المراه المغربيه. يمكن انا قاصني وانت قاصتك والاخوان قاصهم، ولكن السؤال واش هاد الصور اللي كتضرب في القلب تساير ما يطمح اليه المغرب وهو يتمنى ان ينظم كاس العالم ويكون في 2030 ويكون في المستوى. التنميه خصها تمشي في الموازات، ما كيكفيش اننا نبنيو غير الملاعب ونبنيو نبنيو لوطيلات، خصنا نبنيو الانسان. باش يتبنى الانسان خصو يقرا، خص التعليم، خص الصحه، خص الوعي. ما عندي ما ندير انا بنايه شاهقه من الزاج ونقولوا واو، ولكن يمكن حداها واحد الشخص اللي ما كيلقاش ربما باش يفطر ولا باش يتغدى ولا باش يتعشى. الان انا احسن حكومه بالنسبه لي هي من يكون المواطن قاد عنده لقمه العيش ديالو، انه ساكن، انه كيقري ولده، انه كيداوى. هادو اربعه الحوايج اذا كانوا هادو وصفق لهذه الحكومه. إذا ما كانوش هذا خص تعديل الحكومة. أنا ما تنقولش كل الحكومة خص تعديل الحكومة، خص تعديل الحكومة بما في رئيس الحكومة ولا غير الوزراء. شوف رئيس الحكومة بشكل مباشر في رأيك عزيز أخنوش خصو يبقى كرئيس حكومة ولا لا؟ واش هاد الناس ما عندهمش ضمير، ما عندهمش قلب؟ راه باز اليوم صاحبي خصهم يفكروا. يعني ما 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 دابا حتى بالنسبه للمساعدات، بعد كان واحد المساعدات وكانت ديك الخيمه ديال الافطار وكان بزاف بداو كينقصوا، ما عرفتش علاش مين الغلا الغلا الناس بدات تنقص ما كاينش. راه خصنا نفكروا في شي طريقه ديال التضامن. الدجاج غلا، السردين غلا، كلشي اللحم ما تهضرش عليه. واحد خينا وحق الله العظيم اقسم لك بربي الكريم يا كريم، اذا مشيت لعند الجزار اذا قال لي الناس كتجي سبعه سبعه كتقول لي اعطيني سبعه دراهم ديال اللحم. فولاد صالح مشيت لعند واحد الجزار تماك باش ناخذ من عنده اللحم، قال لي السيس بدينا كنهضروا في هذا الموضوع، لقيت عنده شي بايت تبيعوا لشي حد، قال لي الله يخليك الا بغيتي تاخذ من عنده تعاون هذا السيد هذا، راه مسكين تيبيع ذوك البيض ديال الوز تيبيعوا بخمسه دراهم، وكتحشم بعض الخطرات تشطر مع شي واحد اللي هو قال لي كيجيو عنده بسبعه دراهم. تصور سبعه دراهم ديال اللحم اش غيدير بها؟ قال لي ما اش غنعطيه بسبعه دراهم؟ اعظم نعطيه تصور الناس كتاخذ سبعه دراهم ديال اللحم او حنا اللي كنا بلاد ديال 100 غرام ما كاملوش. باش من 100 غرام ما فيها والو، اش كي غيدير لها 100 غرام؟ واش يقول لي ما ديرش ليا فيها الشحمه؟ كي غيدير؟ راه الله يكون في العون. شنو اللي خلانا نوصلوا لهذا الوضع هذا اللي حنا فيه اليوم؟ سير شوف حنا شوف اي حاجه كتشوفها غادة ماشي هي هذيك، كاينين جوج الحوايج اللي خايبين، السرقه وسوء التسيير. السرقه كاينه وهانت شتي مسؤولين راهم في الحبس ومازال خصهم يجيبوا وحدين اخرين اللي باركين تيتلاعبوا باموال العام، وهذا الشيء تنهضر عليه في السلسله ديالي يوميا. داك الشيء علاش درت سلسله نائب الرئيس، اختلالات، تحرميات، البيع والشراء، كيبيعوا وشروا بعباد الله، الناس كتهرب فلوسها، واحد خازنهم، واحد ديرهم تحت الجليج، الابناك يعني مخربين الاقتصاد. هادو مجرمين انا في حق بلادهم، في حق وطنهم، وفي حق الشعب المغربي. هادو ناس اللي خصهم يتعاقبوا، لان هادي راه بحالهم بحال الاسرائيلي تيقتلوا دابا في الناس في غزه، راه لا ميم شوز، راه ما كاينش فرق. راه من الراجل كيدخل عند وليداته وكرامته كتضيع لانه ما مدخل لهم والو، تحس صعيبه مش صعيبه بزاف الفقر. الراجل ما تيحسش براسو راجل صاحبي، المراه ما كتحسش براسها مراه، ملي كتلقى راسها انها ما قادراش سوفونيغ بوزوان ديال سي زونفون، وحنا تنكذبوا عليهم، غادي نديروا غادي نعملوا غادي نفعلوا غادي نتركوا، ما كاين والو. الحكومة ما قداتش ولا ما بغاتش؟ ماشي ما قداتش، انا قلت لك كاين جوج الحوايج، كاين الاختلال وسوء التسيير. الخير كاين في المغرب، راه ما يمكنش واحد اصاحبي كيدخل الملاير وواحد ما تيدخل تريال. شوف غير ولكن كاين الفساد، كاين خصنا نتبعوا كلام صاحب الجلالة اللي عيا ما كيخطب في الخطابات ديالو، خطب في قبة البرلمان تيقول لهم عباد الله
راه خصنا نكونوا مزيانين، خصنا نكونوا باخلاق مغربيه حقيقيه وطنيه، خصنا نكونوا وطنيين تنبغوا بلادنا، نضحيو من اجل بلادنا. ما كاينش هذا الشيء اليوم؟ لا ما كاينش، ما كاينش. شنو رايك في الحكومه الحاليه؟ قليل قليل، انتهى النتيجه. شوف السي سي سي كريم، راه النتيجه كتبين. راه النتيجه كتبين. الحكومه ديال احمد شنو تقول على راسها انها افضل حكومه جات في التاريخ ديال المغرب؟ انت كل واحد، وانا نقول لك انا افضل فنان جيت في تاريخ المغرب، ونقول لك انت تقول احسن اعلامي، اختار قول اللي بغيتي، ولكن اعطيني النتيجه. انا تنقول انا احسن فنان جيت، ومني غتجي تشوف العمل ديالي تتلقى ماشي احسن حكومه هذه عندنا؟ باقينا لحد الان، باقي ما وصلناش لاحسن حكومه. لحد الان انا احسن حكومه بالنسبه لي هي مني كل مواطن قاد عنده لقمه العيش ديالو، انه ساكن، انه كيقري ولده، انه كيداوى. هادو اربعه الحوايج الا كانوا هادو وصفق لهذه الحكومه. اذا ما كانوش هاد اربعه الحوايج هادو ناس ما فاشلين. فاش فشلات ولا فاش غلطات هاد الحكومه؟ تسير اختلاسات، اختلالات، بزاف د الحوايج، كاين شي فلوس كيمشيو في خوا الخاوي، كاين سوء تدبير، كاين بزاف د الحوايج. انا ما تنلومش وزير ولا جوج ولا مساله ايكيب على قدها، حكومه على قدها، كاين وزراء اللي هما ناس باغيين يخدموا ناس، وانت شتي كاينين برلمانيين اللي خرجوا كاع، خرجوا من الاحزاب وخرجوا لانهم ما قدروش يستحملوا هذا الشيء اللي واقع. ومني كتشوف مثلا ان واحد برلماني ورئيس ديال جماعه ولا رئيس جهه وشفار ولا كيتاجر في المخدرات، اذا اش بقى؟ فين هي هاد السيد؟ راه عنده تاثير السيد، راه ملي كيهز التليفون راه كيهضر مع الوزير الاول وكيهضر مع الوزير الثاني وكيهضر مع هذا وكيقدر يغير بزاف د الحوايج، وفي الاخر كتكتشف بان هاد السيد راه بيع وشراي في حوايج اخرين ولا هذا.